السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان؟ كما كتشوفوا بناتي اليوم الجمعه ضروري بيم بيم اليوم كما كتشوفوا فيه هاد الحويجات ديال الكوزينه، وباش كتصايبوا الحلوى. بصراحه داكشي زوين البنات، راه واخا تجي ما تكونيش عواله غادا تشري، ضروري كيعجبك هادشي وكتشريه. بحال هادو البنات كتشدي بها الفران ديال سيليكون، راها زوينه هادي البنات، كديري بها الحلوى اولا بيتزا ولا ليكيش، حتى هي البنات راها زوينه والثمن ديالهم زوين. وبصراحه بيم كيشجعنا باش نشريو للميانات الكوزينه، يجيبوا لنا هاد الحويجات وكيجيبوا لنا ودير لنا فيهم التخفيض هي باش كنشريوهم. هادي البنات كتقطعي بها بطاطا اولا خيزو، ودابا راه شفت البنات في اليوتيوب كيديروا بها حتى الحلوى، كيقطعوا بها واحد الشكيله الحلوى راه كيجي زوين. وجابوا فيهم اللوينات، وجابوا هاد المول سيليكون عليهم انا باش مشيت. هاد الباطه راه فيها ستة ديال المولات صغيورين، ديري فيهم كيك، ديري فيهم حليوه، ديري فيهم اي حاجه. وجابوا هاد لي طاس ديال القهوه اللي كتعجبو هكا القهوه، يخرج معاه قهوه ديالو ياخذها في الطريق. وجابوا هاد الغريبيل، هاد الغريبيل البنات راه زوين، تغربلي به الطحين، الكيكه، الحلوى، الكاكاو، الخمارات. المهم شي حاجه في يديك، ماشي حسن كتبقاي عاد تعمري وتبقاي تغربلي به، احسن من داك الغربال الاخر. راه جابوا فيه البنات اللوينات، جابوا فيه الابيض، الكحل، جابوا فيه الغوز. وجابوا البنات هذه كتديري بها الثومه، كتبركي بها على الثومه، راه البنات حتى هي زوينه، خداو منها الناس بزاف صراحه. لقيت بهم اليوم عامر بزاف، ومع شافوا العروض وكل شيء جا ليهم. وجابوا هاد البطاط كدير فيها الماكله للوليدات الصغار اللي كيقراو، كتحافظ على الماكله وكتشكلي لهم الماكله ديالهم. هادو هما المول البنات، هذا هو الشكيل ديالهم كيف في الجزائر، حلاته واحد السيده وراه صورتها من عندها. ان شاء الله غندير لكم ضروري غنصايب لكم شي حاجه فيهم. وجابوا البنات هاد الشبيكه هكا كتصفي بها خضيره، بحال مثلا الا درتي شلاطه ديال الجرده تاخدي منهم واحد ثلاثه ولا اربعه، وكل هاد كل شبيكه ديري فيها الخضيره ديالها تسقطر بخاطرها. كاين فيهم الشيبي، فيهم الغوص، فيهم الكري. وجابوا هاد البطاطا حتى هما ديال الماكله ديال الوليدات اللي كيقراو واللي كيتغداو هكا في المدرسه، فيهم معلقه، فيهم فريشيطه. وجابوا البنات هاد الطاجير، هادو حتى هما الناس قال لك كانوا متسنينهم، الثمن ديالهم 2600. فيهم هاد اللون وفيهم البنات هاد اللون، تعلقيها هكا في الكوزينه، تحطي فيها هكا قريعات اولا تعلقيها في شي مريح وديري فيها الديكورات. وجابوا البنات هاد الطويبلات ثلاثه زوينين، راه كيجيو هكا في شي مريح ولا شي بيت صغير فيه الفوتاي، حتى هما البنات راه زوينين. كاينه الكبيره دوك الطويبلات، وكاينه المتوسطه، وكاينه الصغيره، وحده كتدخل وسط وحده. وجابوا البنات هاد الزليفات، هادو راهم سته ديال الزلايف، هما البنات دايرين لهم 16 درهم، كانوا ب 19 وداروا لهم 16، زوينين، ديروا فيهم هكا فلوس، سلطة فروير، رايب. وجابوا هاد الكريطبات، هادي هي الباطا البنات اللي قلت لكم، هانتوما راها مقسومة على جوج، كل حاجة ديروا فيها حاجة وفيها معلقة. وجابوا البنات هاد القرادة، وتحت منها بحال البلاطو اللي قطعتيها كديريها فيه، راها زوينه ديال العود اولا تقدمي فيها هكا الماكله. وجابوا هاد الكويسات ديال العصير اشكال وانواع، جابوا الكيسان ديال اتاي ديال مناضة لان دابا الصيف. هذا هاد الشبيكات ديال الكوزينه كانوا عندهم من شحال هادي ودابا جبدوهم. هاد الغطاء ديال الناموسيه ديال البلاصه، وهاد القريعات البنات راهم زوينين ديال الماء العصير، اي حاجه ديريهم فيهم، راه دايرين فيهم بروموسيو داكشي اللي جبدوهم، دايرين لهم 16 درهم. وهاد السطيلات حتى هما كانوا عندهم من شحال هادي، اللي بغاهم يجي ليهم.
وجابوا البنات هاد، انا واخده منهم، عندي واخداهم من العام اللي فات. هاد هاكي كتزوقي بها الطورطه، كتقطعي بها العجينه، راه فيها ثلاثه، واحده على شكل حوته، واحده مشنفه، وواحده سامبل. ها انتم شفتوا الشكل ديالهم كيفاش داير، راهم زوينين. كتستعمليهم بثلاثه، كل واحده وهي اش كتحتاج. وعندهم البنات هاد الكريسي، راه زوين هاكا، تحطي حتى شي بلاكار ديال الصبابط اللي جاي يجلس عليه، لبس عليه الصبابيطو، راه زوين. هانتوما بحال الشكل ديال الفوتاي. وجابوا زرابي حتى هما قالك ناقصن منهم الثمن، زرابي زوين. انا كلشي مريح، ربيت النعاس. وهالطابيات البنات ديال الكوزينه راه كانوا عندهم من شحال هادي. هادو هما الحويجات اللي كاينين اليوم، وهادو هما الاسمنه ديالهم، انا صورت لكم. وجابوا البنات هاد الحكاكه، راه فيها الجهه الغليظه والجهه الرقيقه. هاد الحكاكات ما فيهمش بزاف، ما جابوش منهم بزاف. هانتوما البنات، هادو هما الحويجات اللي شريت هاد الغريبي للبنات، راه زوين هكا. تغربي فيه، تغربلي بيه الطحين، الكيكه، الحلوه، تغربلي فيه الخمارات، الكاكاو. هاد الغريبي للبنات راه فيه الالوان، فيه الابيض، فيه الكحل، فيه الكري، وفيه هاد الغوص. هانتوما الداخل ديالو كيفاش داير، راه مشبك. كديري ذوديك ديالها. دابا ان شاء الله نصايب شي كيكه ونصوروا لكم. وخديت البنات هادي كتجري بها اليد ديال الفران، الا كان الفران سخون انتوما، اولا البوطه اولا اللي كان. حتى هذه البنات راه فيها الالوان، ترى هي فيها البيض، فيها الكري، فيها الشيبي، جميع الالوان، راه سيليكون هادي. وخديت البنات هاد المول سيليكون ديال الكيكه، هي الكويكات صغار. غنوريكم القياس ديالهم كيفاش دايرين انتوما، راه فيهم ستة، المهم كاتبين عليهم ستة. هانتوما البنات راهم فيهم ستة نيت. هادو تقدرو ديرو فيهم تا الحلوى، شي شكيل ديال الحلوى. هانتوما هدا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجي. خديت انا جوج ديال الباكيات، خديت هاد اللون الغوص، وخديت هادو، خديت هاد اللون. هانتوما انا ستة ما عتقدنيش، وخديت 12. وخديت البنات هاد الروز، لان الروز في الحانوت ما بقاش داك الروز المزيان، ولقيت هذا، هاد الكلاصي الطويل راه زوين. خديت هاد الباكيه، وخديت هاد الخمارات، ضروري ناخد الخمارات. وهذا هو الفيديو البنات ديالي ديال اليوم. ولا عجبكم كالعاده ما تنساونيش من ابوني ومن لايك، وتخلوا لي التعاليق ديالكم. يلا البنات، بالسلامه عليكم.